السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه فيوتشر تولز. الموقع ده بيفيدني في ان هو في كل المواقع الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، هو مرتبهم بشكل كويس وبيديني نبذة عن كل واحد فيهم وبيديني تقييم الناس عن الموقع ده عن الحاجات دي. ممكن اقول له مثلا عايز حاجات خاصة بالريسيرش، فهو اوتوماتيك بيجيب لي الحاجات الخاصة بالريسيرش. ممكن اقول له لا ده انا عايز حاجات خاصة بالجنريتيف ارت، فيبدأ يجيب لي المواقع ديت. طب هو بيرتبهم من الحاجات الجديدة او من الحاجات اللي واخدة تقييم عالي جدا زي الموقع دوت. ده فعلا من المواقع اللي انا ناوي ان انا اتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. والموقع ده برضو زي ما انت شايف ميدجورني واخد تقليل، لا في مواقع تانية افضل منه، ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. ريبيا فلازم تشترك في البيما ريبيا. ممكن اقول له انا عايز الحاجات اللي هي فري، فيبدأ يلغي لي مثلا الميدجورني، او ممكن اقول له لا ده انا عايز حتى لو فريمام يعني يكون في نسخة تجريبية. ممكن اقول له انا عايز حاجات اوبن سورس، وليك ان انت تعمل سبميت تزود حاجة معينة موقع، وممكن تشترك في القائمة البريدية بحيث ان كل اسبوع يبعت لك افضل الحاجات.